خليكم اتكلموا على كهرباء واللي بيحصل مع الكهرباء، وهو ده الاخر يعني. كهرباء اتكلموا عليه خلال اليومين اللي فاتوا اكتر من مباراه نهائي السوبر الافريقي في كره اليد يعني. فمعلش ما عنديش مشكله والله، ما بزعل ولا بتضايق، قول اللي انت عايز تقوله. كل واحد بيبقى عنده حاجه جواه وعايز يقولها، بيقولها في مثل هذا التوقيت، في مثل هذا التوقيت. فالف مبروك لرجالتنا مره ثانيه، وان شاء الله بطوله كاس الكؤوس الافريقيه لكره اليد ان شاء الله يستطيع النادي الاهلي ان هو يفوز بهذه البطوله.